اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله المحادثه او الكونفرسيشن المبتدئين المستوى الاول. لو عاوز تتفرج على بقيه الحلقات هتلاقيها اسفل الفيديو في الديسكريبشن، هسيب اللينك بتاع قائمه التشغيل المحادثه المستوى الاول للمبتدئين. Without further ado، من غير اي تاخير، يلا بينا نبتدي مع بعض مع حلقه النهارده. الهدف من حلقه النهارده ان انا اديك جمل وكلمات زي ما احنا متعودين خاصه بالجريدنجز او التحيه او انك تعرف حد لاول مره. وطبعا الموقف ده بيحصل كتير جدا في مكان انا اخترته النهارده وهو at a hotel. فاحنا هنتعلم الجمل اللي ممكن تستخدمها لما تعرف واحد لاول مره او تتكلم مع حد لاول مره، بالذات لو انت رايح هوتيل او فندق. يلا بينا نبتدي مع بعض. اول حاجه طبعا معانا وهي good morning. Good morning. والدي هنا اربطها في الام كده، مش لازم تقول good morning، قول good morning. Good morning. Good morning. اوكي. وgood morning بتقولها من بعد 12 بالليل لحد قبل الظهر على طول. اوكي. تقدر تقول good morning. اوكي. Good afternoon بتقولها من بعد الظهر. Good afternoon تاني لحد قبل غروب الشمس. واخر حاجة معانا وهي good evening. وجود ايفنينج بتقولها من بعد غروب الشمس لحد لما 12 بالليل او قبل 12 بالليل على طول. اوكي. جود ايفنينج. اوكي. طيب عندنا كمان، خلينا نشرح الفرق ما بين جود ايفنينج وجود نايت. بمنتهى البساطه جود ايفنينج بتقولها وانت داخل على ناس بالليل، وجود نايت وانت ماشي وانت هتغادر وانت سايبهم سواء رايح تنام او مش رايح تنام. وممكن تقول كمان هاف ا جود ايفنينج، ده بديل لجود نايت. اوكي. طبعا في اكتر من حاجة تانية ممكن تقولها لما تيجي تخش على حد جديد غير good morning, good afternoon, good evening، لان دي تعتبر formal شوية ورسمية قوي وبتقال في مواقف رسمية. في بقى مواقف غير رسمية ومع صحابك ممكن تقول hi او hi there او how's life او what's up وهكذا. اوكي. طيب very good. طبعا من الحاجات كمان اللي انت بتقولها لما بتيجي تعرف حد الاول مرة اللي هو my name is. ممكن تقولها my name is، اسمي كذا، او ممكن تقول my names، تختصر my name's Ahmed بدل ما تقول my name is Ahmed. ممكن تقول كمان تقول I'm Ahmed. I'm Ahmed. اوكي. طيب من الاسئلة اللي هتسألك لو انت مثلا at a hotel، ان احنا متفقين النهاردة الحوار اللي احنا هنعمله او المحادثة هتبقى في الفندق، is this your first time here؟ هل دي أول مرة ليك هنا؟ Is this your first time here؟ ممكن برضو تسأل السؤال بالطريقة دي، Have you been here before؟ أنت كنت هنا قبل كده؟ Have you been here before؟ والرد بيبقى بسيط جدا، هتقول Yes, it's my first time here، أو No, it's not my first time here، I have been here before، أنا جيت هنا قبل كده، I have been here before. Welcome in. دي هتتقال لك لما تخش على الريسبشن، يعني اهلا بيك في. Welcome in Sheraton. Welcome in Hilton. اسم الفندق بقى. Okay. Where do you come from? Where do you come from مش معناها انت جايين لنا منين، او يعني هي معناها حاجة زي ايه، what's your nationality، ايه جنسيتك، بس يعني what's your nationality تحس انها rigid قوي وفج قوي فما بيقولوهاش الا لو في تحقيق رسمي او كده. هو بيقولك where do you come from، زي where are you from، فهتقول له I'm from Egypt او I'm from Algeria او I'm from Saudi Arabia وهكذا. How was your، دي جملة هتسمعها كتير قوي. How was your يعني ايه اخبار، بالذات لو انت جاي من رحلة هيقولك How was your flight؟ ايه اخبار الرحلة؟ رحلة الطيران بتاعتك. How was your flight؟ How's your family؟ ايه اخبار عيلتك؟ How's the weather؟ ايه اخبار الطقس؟ يبقى How is كذا او How was في الماضي يعني ما هي اخبار. اوكي. ودي جملة مهمة جدا. اوكي. طبعا عندنا بعد كده الجملة اللي اغلبنا عارفها وهي Nice to meet you. Nice to meet you. يعني سررت بلقائك. اوكي. طيب لما تبقى ماشي وعاوز تسلم على حد وتقول له اشوفك بعدين، ممكن تقول له حاجات كتير قوي. ممكن تقول له catch you later. Catch you later. ممكن تقول له
See you later. See you later. ممكن تقوله talk to you later. ممكن تقوله take care. Take care. ممكن تقوله it was nice seeing you. It was nice seeing you. أو have a great day. Have a great day. وأخيرا until next time. Until next time. يلا بينا بقى نخش على الديالوج او الحوار اللي دايما بيبقى موجود في كل conversation. بس قبل ما نبتدي مع بعض ياريت تدور على partner يعني شريك ليك زي ما بنقول في كل حلقة وتحاولوا بعد ما تفهموا الديالوج دوت من الفيديو تمثلوه مع بعض لان ده مهم كتير جدا الممارسة مهمة ولو ما لقيتش partner ممكن تختار انت شخص اوكي وتوقف الفيديو كل شويه وترد عليا كان انا الشخص التاني اللي انت بتمارس معاه ده مهم جدا وهيفرق معاك كتير قوي لازم تمارس الديالوج ده يلا بينا نبتدي مع بعض This is a dialogue at a hotel يعني المحادثه دي محادثه في فندق ما بين الريسبشنست اللي هو الموظف الاستقبال والجست اللي هو الضيف يلا بينا Good evening ها Good evening, sir. How may I help you? I'd like to have my room. I have a reservation here. أنا حابب فاكرين I'd like to من الحلقة اللي فاتت يعني أنا أود إن أنا أخد الأوضة بتاعتي وأنا عندي حجز هنا. With pleasure, sir. May I have your name, please? May I have your name, please? Okay. It's Ahmed Osama. Okay. The receptionist هيسأل ويقول How do you spell that? How do you spell that? ده سؤال جديد ما خدناهوش اللي هو ازاي بتستهج اسمك يعني ما هي الحروف فانا هرد عليه واقول له It's A-H-M-E-D O-S-A-M-A I found it. And here are your keys. Here are, زي ما خدناها قبل كده, يعني تفضل مفاتيحك. Thanks. You're welcome. How was your flight? إيه أخبار رحلتك? It was nice. كانت جميلة, رائعة. Amazing. Enjoy your stay with us. Okay. Catch you later. Very good. دي كانت الحلقة بتاعت النهاردة من كورس المحادثة. ما تنساش إنك تدعمنا بالشير واللايك والإعجاب بالقناة وحاول تشير الفيديوهات عشان السلسلة دي بتبقى مكلفة جدا في الإعداد والتحضير والمونتاج وبنحاول نعملها لكم مجانا كورس مجانا هيطورك إن شاء الله بس الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعملها إنك تساعدنا بإنك تنشر المحتوى Thank you and wish you all the best سلام